بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض الليسن جديد، وهو الليسن نمبر 2 في ثيم 2 شابتر 1. في الليسن ده هنتعرف اكتر على الهابيتيتس، وانا مش عاوزك تحفظ في الليسن ده حاجه، انا بس عاوزك تفهم اكتر الموضوع. الموضوع بيبدا بفوكابولري مهمه، بكلمه مهمه، وهي كلمه اورجانيزم. كلمه اورجانيزم من الكائنات، من الكلمات المهمه، وهي مقصود بها كائن حي. كلمه اورجانيزم، كلمه اورجانيزم يعني كائن حي. الكائن الحي مختلف وليه اشكال كتير، ممكن يبقى بلانت، ممكن يبقى انيمال، ايا كان الليفنج اورجانيزم كلهم متفقين في حاجه مهمه، وهم ان كل الانيمالز وكل البلانت محتاجين ووتر، محتاجين فود، محتاجين شيلتر. الثلاث كلمات دول كنا احنا خدناهم قبل كده، وكنا اتعرفنا عليهم في الليسنس اللي فاتت، وقلنا انك علشان تبقى عندك ليفنج اورجانيزم وعايش بشكل كويس، فانت محتاج تدعمه وتعمل له ووتر وفود وشيلتر. ماشي؟ طيب بيقول لي هنا نمبر 1 ليفنج اورجانيزم كود بي الكائن الحي، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون روك، طبعا لا. ممكن يكون بلانت، ممكن يكون انيمال، ايوه. ممكن يكون هيومن، ماشي. فبيقول لي هنا ليفنج اورجانيزم need water, food and shelter to survive. طبعا yes، محتاج الثلاث حاجات دولت علشان يقدر يعيش. survive يعني يعيش بشكل آمن. طيب number 3 بيقول لي هنا living thing can also called organism. living organism انا جاوبتها اصلا. living thing، a living thing، الكائن الحي، يقدر ان احنا نسميه ايه؟ نسميه thing ولا نسميه organism؟ طبعا نسميه organism. فيعني ايه بقى كلمة organism؟ organism is a creature، يعني كائن حي، such as plant and animals that usually need basic needs to survive. يعني هي الكائنات اللي محتاجة الحاجات الأساسية عشان تعيش. تعالوا ناخد example لـ living organisms. مثلا أنا لو جيت قلت لك الورم دي، الورم دي يا ترى فيها صفات الـ living organism ولا لا؟ كلمة living يعني كائن حي، وعشان نقول على الحاجة دي living لازم تكون move، لازم تكون grow، لازم تكون breathe، لازم تكون get birth، ولازم تكون need water and food. يعني انت لو عندك كائن حي، فالكائن الحي ده هتلاقي فيه الصفات دي، هتلاقيه بيتحرك، هتلاقيه grow بيكبر، هتلاقيه breathe يتنفس، هتلاقيه give birth، هتلاقيه محتاج مية وفود. لو لقيت الحاجات دي في الليفنج اورجانيزم اللي عندك او في الحاجة اللي عندك، يبقى ده living organism. تعالوا مثلا ناخد الكار. الكار كان move، تقدر تتحرك، ماشي. طب هل الكار كان grow؟ يعني انت لو عندك عربية صغيرة بعد سنة مثلا هتلاقيها عربية كبيرة؟ طبعا لا. طب هل العربية تتنفس؟ لو قربت كده العربية تلاقيها بتعمل بتنفس؟ طبعا لا. وهي مش شرط تعمل كده لما تكون بتتنفس، بس يعني هل في عربية تتنفس؟ تعمل بريث؟ لا طبعا. طب هل جيت بيرث؟ هل العربية بتخلف؟ تلاقيها خلفت عربية صغيرة كده؟ طبعا لا. يبقى دي نون ليفنج، صح ولا لا؟ دي نون ليفنج. بس تعال نشوف البيرد، العصفورة أو الطائر. البيرد ده بيقول لك ان هو كان موف، كان موف. طب كان جرو، يقدر يكبر، طبعا العصفوره بتكبر. طب كان بريث، تقدر تتنفس، اكيد بتتنفس. كان جيت بيرث، تخلف، بتخلف او بتبيض، الاثنين واحد. نيد ووتر اند فود، طبعا. يبقى الحاجه لو بتعمل جرو وبريث وجيت بيرث ان هي تخلف وموف، يبقى دي عباره عن ليفنج اورجانيزم. نفس الكلام بقى، انت تري كمل الجدول ده وشوف الحاجات الليفنج والحاجات النون ليفنج. بس الاهم من ده ان احنا نتعرف على حاجه اسمها هابيتيت. واحنا هنا هندرس في الجزئيه بتاعت الهابيتيت دي، هندرس فور هابيتيتس، هندرس اربع انواع للهابيتيت. يعني ايه هابيتيت يا مستر؟ المكان اللي الكائنات بتعيش فيه، الانفايرمنت. الكائنات بتعيش في اماكن، الاماكن اللي بتعيش فيها الكائنات دي الليفنج اورجانيزمز دي بنسميها هابيتيت. فاول هابيتيت عندنا اللي هي البولر هابيتيت، اسمها بولر، اسمها ايه؟ بولر هابيتيت. خلاص، بولر هابيتيت اللي هي المنطقه القطبيه، المعيشه القطبيه، ماشي. وفي الهابيتيت دي بيبقى في ويذر، الطقس، ماشي. كلمه ويذر يعني طقس. فبيقول لي هنا كولد اند ويندي، دايما في المناطق القطبية اللي هي فيها تلج بتبقى cold and windy. it cover large areas، بتبقى مناطق كبيرة جدا. طبعا البولر هابيتيت، احنا بنتكلم على البولر هابيتيت. وفي مجموعة من النباتات بتعيش في المنطقة اللي هي القطبية دي، التلج ده، زي مثلا ده النباتات، بنتكلم هنا عن البلانت الشربس او الشربس والموز. الشربس والموز
دولت حاجتين او نباتات بتعيش في المناطق القطبية. وفي انيمالز كمان تقدر تعيش في المناطق القطبية دي، زي البولر بير، زي الويل اللي هي الحوت، وزي البانجيون، وزي الاركتيك. الاركتيك فوكس ده اللي هو الثعلب اللي بيعيش في المناطق القطبية. وممكن نجاوب الاسئله دي. بيقول لي هنا the weather in polar habitat is a and a. طبعا بنقول هنا ان هو بيبقى cold and windy، صح ولا لا؟ هنكتب هنا cold and windy. طيب a and a are plant that grow in polar habitat. طبعا احنا عندنا الترابس والموس، نكتب هنا ترابس وهنكتب هنا ايه موس. is one of animals that live in polar habitat. ممكن ناخد اي animal، ممكن ناخد الويل ماشي. طيب ده بالنسبة للبولر هابيتيت. هل في هابيتيت تانية؟ طبعا في الهابيتيت نمبر 2 وهي اسمها رين فورست. اسمها ايه؟ رين فورست، اللي هي الغابة. الغابة بتبقى دايما ريني اند اند وورم. حتى في سؤال هنا ممكن يجيبه لي، يقول لي ذا ويذر ان رين فورست از ايه؟ از وورم، وورم اند ايه؟ اند ريني. ريني يعني دايما ايه؟ بتمطر ماشي. ده بالنسبه للايه؟ للغابه دايما بتمطر. طب في بلانت بتعيش؟ طبعا في بلانت بتعيش التول تري، الاشجار الضخمه جدا، بتعيش في الغابه في الرين فورست. وفي الجراوند تريز اللي هي الـ النباتات اللي بتبقى على الارض يعني بمعنى اصح ماشي. وفي انيمالز بتعيش الماكاو والمونكي والفراغ واللارج سنيكس. برضو في هابيتاتس تانية. طبعا في سؤالين هنا هسيبهم لكم تجاوبوهم براحتكم ماشي، عشان برضو يكون في يعني تقدروا ان تحلوا مع بعض كده. في الهابيتات الثالثه هي الجريسلاند. الجريسلاند دي اللي بتبقى في افريكا. عارف انت بتتفرج دايما على الحاجات اللي هي بتاعت سيمبا والحاجات دي في افريكا عموما. في افريقيا بيكون في مناطق كلها صحراء كده، هي مش صحراء، هي فيها بلانس، بس بلانس لونها يلو كده، لونها اصفر، وبتبقى مساحات كبيرة جدا. ودايما دي بنسمي النوع ده من الهابيتيت بنسميه الجريسلاند هابيتيت. دي النوع ده، النوع التالت الجريسلاند ايه هابيتيت. وده بيكون تروبيكال جريسلاند، بيكون في الوزر يعني بيكون تروبيكال، بيبقى يعني بيبقى عارف انت التروبيكال ده اللي هو بيبقى وورم اول يير. واحيانا بيكون كمان الويذر ده بيكون تمبريت جريسلاند از وورم ان سمر بات كولد ان وينتر. بيبقى cold في السمر، سوري hot في السمر، و cold in cold in winter. البلانتس اللي بتبقى موجوده في الجريسلاند بتبقى في فيو تريز، في نباتات قليله، في tall grass، وفي البوتشز اللي هي الاعشاب الصغيره يعني. الانيمالز اللي بتعيش في المناطق دي الدوج والجراف والرابت واللاين والشيتا. الشيتا دي اللي هي ده، دي الشيتا اللي هي الفهد، سريعه جدا على فكره الشيتا دي. اخر نوع من انواع الهابيتيت، الاماكن اللي بتعيش فيها الكائنات، الويتلاند. حاجه اسمها ويتلاند. الويتلاند اللي هي المناطق اللي فيها ميه كتير، وبتبقى حوالين بحيره مثلا او كده، وبتبقى وورم اور كولد، يعني ممكن تبقى وورم ممكن تبقى كولد، الويذر بتاعها برد او حر. وبيبقى البلانت كانجرو ات توب اور اندر ووتر، يعني بتبقى الميه، النباتات هنا بتعيش، النباتات بتعيش في الميه او في الارض. طبعا ده من الانيمالز اللي بتعيش التيرتل والفروج. ممكن ناخد سؤال، تعال ناخد سؤال هنا. بيقول لي بلانت كان ليف ان اي ووتر ان ويتلاند. البلانت كان جرو اندر ووتر، ممكن نسميها هنا اندر، ممكن البلانت يعيش جوه الميه. ويتلاند مي هاف اي سيزون. البلانت ممكن يكون عنده مالتيبل سيزون. كلمه مالتيبل سيزون يعني السيزونز المتعدده ماشي. طيب اخر سؤال بيقول لي اي اند اي ار ليف ان ويتلاند. الترتل هنكتب هنا ترتل اند فروكس، يعني هنكتب هنا ايه، هنيجي على الجزء ده. لو عاوز هنا انيمالز بتعيش في الويتلاند هابيتيت ممكن نضيف الايه. دايما انت بتحاول تشوف الاكسرسايز، تشوف الاجابه جوه الاكسرسايز نفسه، فهنكتب هنا ترتل ونكتب هنا ايه فروكس. انا ما يهمنيش انك تحفظ ده كله، انا مش عاوزك تحفظ ده كله، انا عاوزك تحفظ بس اسامي الهابيتيتس. ده بولر هابيتيت، دي رين فورست هابيتيت، دي الجريسلاند هابيتيت، ودي الويتلاند هابيتيت. مهم جدا انك تعرف الانيمالز اللي بتعيش في كل واحد فيهم والبلانتس اللي بتعيش في كل واحد فيهم، وتبتدي انت كمان تدور على النت وتكتب ويتلاند هابيتيت
وجريسلاند هابيتيت، وتشوف الاجابات او تشوف وتتدرب اكتر على الانيمالز والبلانس اللي عايشه جوه المناطق دي. بكده نكون خلصنا مع بعض ليسن نمبر 2، ان شاء الله نتقابل في ليسن نمبر 3 ويكون ليسن سهل جدا. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.